مسؤولين زادة يتفاعلوا به. من الفقرة هذه خلينا نرجع الجو الفن وباش نمشي ونستقبلوا مع بعضنا ضيفنا اللي جانا خصيصا من الجزائر الشقيقة. جانا ضيفنا نستقبلوا مع بعضنا شاب يوسف الصغير. مرحبا. أنا نفرح كي يجيو بحذايا الجزيرية ولا من المغرب ولا ولا من الأشقاء العرب الكل. ربي يخليك إن شاء الله صافي بليزير. سيرتو لي انت تو فنان هكا طالعه وبرشا في الجزائر يتبعوا فيك. الحمد لله. دونك قلت علاش لا وتو وليت زاده في تونس تخدم وغيره دونك الحمد لله. علاش لا يكون معنا. الحمد لله. كل حاجه هذه فضل ربي سبحانه ورضايه الوالدين. مرحبا بك. ربي يبارك خويتي ان شاء الله. منين من الجزائر قل؟ ولاد بسكره. اي تشرفوا. ربي يعافيك. نتشرفوا. جيتنا بجديد. بيان سور. بخلاف انك جيتنا خصيصا من الجزائر وفما زاده جديد. لا عندي جديد. اي دونك اغنيه اسمها راها تعرف وقتي. في بالكون تفوانتي. في البالكون. شنو معناها؟ يعني عارف الوقت تاعنا. يعني في البالكون تفوانتي. ايه في البالكون تفوانتي يعني كي تعرف الوقت اللي نتعدى فيه هنا تكون يعني في البالكون هي واقفه تستنى فيه. فهمت؟ تري بيان. حلوه اللغه الجزائريه. اي باهي. هذا اول ماهيش صور صريط لي هنا ولا فهمت؟ جست غنايه. والله سبقني في السؤال انا ذا سؤالي بعد شقول لك شقول لك على شكون تحكي معناها. لا لا ما نحكي حتى على حد. معناها في اغانيك ما تغنيش على حاجه. لا جست خدمه. خدمه اكا. خدمه. وهذا اول انتاج خاص؟ اول انتاج خاص ايه معك انت بالضبط. مش مخر شويه ما تغني تغني غيرك برشا. وي خدمت. اما اول انتاج باش نحطه انا في التلفزه ان شاء الله واكيد اكيد 100% باش تضرب الغنيه خاطر مين. تعبت عليها بزاف فهمت تعبت مع شكون تعاملت ديدي كاس صاحبي كريم الكسور وعائله الكسور ناس بسكره دي خويا حتى هو تعب معايا والحمد لله ومسيو سامي صاحبي وسامي كارت سامي كارت باين اي من تونس بالطبيعه اللي نسقنا معاه موجودك هوني نعرفه معناتها مش ساهل دونك باش تكون موجود معنا لكن ولينا قراب احنا تو اكيد عندي عائله في الجزائر وعائله في بالطبيعه راها تعرف وقت تعدى تو نسمعوها حصريا تفضل شاب يوسف راها حصلت لي وقتي في بالكتب ويدي شوف ذاك الزين قلبي يضرب بيدين تهري قلبي كادو عطيني تكني تقالو وانتي يا مولاد الشي عشقك في قلبي ما في شي كفني كلمة جودة نفشل ونرفد الإعلام أودو دي زاد بيسر شاب يوسف صغيرة كارم طيارة ناس فتنا مغرارة سامي كهون صاحبي ناس القروانة وهامة يو يو أي اسمع 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 وحنا عشقنا سوليد كل يوم عدنا جديد وصيح الموت حقق والليل كجن العشاق قلبي وقلبي كدوام الله غرب عشني هذي العام وصيح الموت حقق واللي تجن العشاق قلبي وقلبي كدوان عرسني هذا العام تغي كارونا صاحبي يحيي وقع لي كيفاش كاري الطيارة بيبو صاحبي البانوي تابي خويا ناس القروانة بيسر ما عنديش وين نهرب ديتك بدال قلب
تذبحها قلبي ليه استسلم طايش ريد الخاتم مخليهاش وحدها يا خيالها تذبحها قلبي ليه استسلم لك ما فهم وما فهم كي شاف ناس العاصمة في دروية البسكرة ضيف وقرة صاحبي والجيش الوطني حمزة منصوري ما فهمينك شو اسمع 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 عمري شبك لبك حاجة ما تغلي علي عندك انت يا تحبس بي وين خلاص تمشي معايا قانون واللي تبغيها تكون عندك الدنيا تحبس جيبي وين خلاص تمشي معايا قانون كساب صاحبي غاشي بسكرة بسكرة طلعت بين سر يما هيو 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 بريبا راها حطت لي وقسي في بالكتب ويتي ميرسي برافو ان شاء الله بنجح ان شاء الله تلقى سكسي ونشولوا نكونوا احنا طالع خير على الغنى ان شاء الله وعليك انت نمشيو توا الفقره صحيح ولا غلط عندك الكارتون باش تجاوبني بصحيح والا غلط أوكي. صحيح ولا غلط عمرك 24 سنه وعندك 4 سنين من اللي بديت في الفن صحيح هاي ما عندكش برشا برشا ما عندكش لا ما عنديش برشا مازلت المستقبل قدامك صحيح ولا غلط اول مره تغني قدام الجمهور كان عمرك 5 سنوات في عرس جزائري غلط يصلح لي معناها فين عمر بدي 14 سنه في ال 14 فهمت صحيح ولا غلط حاليا تخدم برشا حفلات خاصة في تونس وحفلاتك في تونس أكثر برشا من حفلاتك في الجزائر صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح؟ صحيح وصدفة هذه؟ والله هي نقولها في المكتوب هي فهمت؟ والله تقدر تقول لي أنا معروف في تونس أكثر من الجزائر والله لا أنا خاطر شفت معناها على السوشيال ميديا وكل في بالي فما نجاحات في الجزائر لا فما نجاحات اما انا نحسها تونس انت غالي مقياسك الحفلات الخاصه لا لا عاد نحب العروسات بزاف اي فلوس العروسات عندك الحق صحيح ولا غلط رغم انكم في الجزائر تسكن في المنطقه اللي تسكن فيها معناتها منطقه محافظه يعني القهاوي ما يدخلوش لها النساء الرجال فقط في عرس تلقى ما يقسمهم رجال وحدهم نساء وحدهم كل صاله وحدها وغيرها معناتها من العادات اللي عندكم الا انك انت كا اكسبسيونيل يعني تخلي اختك تخرج تعمل قهاوي مع صاحبتها تعيش عادي صحيح ولا غلطه كيف تخرج تخرج من الدار مستحيل لا لا زيد فسر لي إيه شنو معناه انت اليوم اختك تخرج من الدار خطر ممنوع انتردي بعد حاجه انتردي ديك تمشي القهوه وحدها مستحيل هذا معناه جست في المنطقه اللي انت تسكن فيها ايه ايه جست في المنطقه اللي نسكن فيها انا والولايه فهمتي ولايه راني نسكن فيها انا مستحيل تخرج طفله وحدها ولا وعلاش والله محافظة فهمتي ولا لا احترام برك ولا تخرج ما تلوحش كل خمار على راسها والو ما كانش خرجه إيه شنو يعملوا معناها في اليومي نتاعهم
يقراو والا الدار ولا يخدموا؟ تقرا وتقضي في الدار وصاي. أكهاو. أكهاو. واستعمل الانترنت وغيره يكون عادي ما تهبطش تصور. لا لا مستحيل. تصويره؟ تصويره في انستغرام؟ مستحيل. لا انستغرام لا فيسبوك مستحيل. أما أنت فنان معناها من بالي منفتح أكثر نعرف. من هكا. نعرف أما كل بلاصة ورا طالها يقولها فهمتي؟ باهي هذا بالطبيعة كلامي يخصك كان أنت نكملوا صحيح ولا غلط الشيخ العجال قدوتك في الفن. صحيح. علاش؟ خاطر نحبه برشا فهمت وغناه مزيان خاطر هو عنده بروغرام وحده فهمت طبيعته وحده خاطر الموسيقى تاعو حد اللي يغنيها صحيح ولا غلط والدتك شجعتك برشا باش تجي تغني في تونس صحيح مش كانت ضد من الاول انا والدتك ما كانتش ضد من الاول معناتها انك الوالده اي كانت ضد خاطر مش على الموسيقى ما تحبنيش نمشي انا لاي بلاصه فهمت؟ ايه وبعد لي شافت نجاحات غير ايه صحيح الحمد لله شافت نجاحات وشافتني تعرفت على سامي كارونت ديديكاس سامي كارونت صاحبي هو اللي هي مدير اعمالك هون ايه في تونس خويا في نفس الوقت فهمت؟ ايه الحمد لله سمعت تعرفت على رجال وكما تقولوا انتم رجال وكايد هكا مرحبا بيك ربي يخليك اختي تو نعمل على صراحتك ونستدعاك تمشي معايا للضفة الأخرى ونمشيو الحوار الصراحة مرحبا بيك في حوار الصراحة صريح؟ أكيد بيك عايشك به عشت قصة حب كبيرة دامت تقريبا 5 سنوات معناها ملي عمرك 14 سنة ل 19 سنة الطفلة اللي كنت أنت تحبها خانتك مع صديق وي هو صديقك تخطبوا هما تو وعرسهم قرب اثرت فيك القصه هذه وي بيان سور اثرت فيا وش باش نقول لهم ربي هنيهم وصاي ربي هنيهم ايه من قلبك ولا من قلبي نورمال عادي كيف عادي خاطر انا ما عملتش حاجه غلط فهمتي كي حبيتها من قلبي والحاجه اللي غلطتني هنا واللي ضرتني من ويت حتى حاجه اخرى من جهتها أنا. حبيت شو الحب صادق صادق وي حسيتك مقهور شوية تأثرت كي جبت لك على الموضوع اي تأثرت حسيتك متأثر شوية نهار الخطبة نتاعهم استدعاوك شنو كانت ردة فعلك؟ والله ما قبلتش انا ديريكت عملت باز انا جيت هنا لتونس فهمت؟ قلت لهم ماني خدام عندي سهرية لازم نخدمها وانا مانيش خدام انت في الجزائر موجود لا جيت لتونس جيت تونس بالعاني جيت باش تبعد باش اي باش نبعد نسمع حتى حاجه اوف اي فيسبوك شنو تقولها اليوم شنو تقولها الطفله اللي كنت تحبها شنو تقول لصاحبك اذا انطبق عليه يعني اسم صاحب والله ما عندي وش نقول نقول ربي يهديك فقط فقط نسيتها عادي نسيتها ما عادش تحبها لا جامي عينيك يقولوا العكس والله جامي الحب اللي حبيته ولا كره فهمت؟ كرة كلمة كبيرة كرة لا نورمال خاطر متأكد أنا من نفسي اليوم ما تخافش من ردة الفعل بعد ما تحكي في الموضوع لا في لا عادي. عادي عادي واضح في حفلة خاصة أنت شديت الميكرو باش تغني وعازف لورك يقص عليك كل شيء يسكر في وجهك لورك كيفاش كانت ردة فعلك وقتها شنو عملت؟ وقتها كانت البدايات فهمتي؟ بداية المشوار يعني الفني تاعي طاحت لي سما لوكازيون باش نطلع نغني في السهريه هذيك اي انا شديت الميكرو فهمت شديت الميكرو سكر الاورك في وجهي هذيك انا قاستني فهمت حسيت هكا شغل حقره 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 باينه اكثر رشقه ترشقت عليك قديش المبلغ والله 3 ملايين ونص تونسيه 3000 ونص تونسي هذه اكثر حاجه أي. في القروة تستحقهم؟ كيفاش؟ تستحقهم؟ عادي عادي كل واحد كيفاش؟ كاين اللي نعجبو كاين اللي ما نعجبوش فهمت؟ اي تحب الرشق انت؟ والله لا شنو والله لا؟ كي نقول لك لا لا ما خط ما صدقينيش فهمتي؟ خاطر انا كي نبدا نمشي للسهرية كأني راني ماشي لدارنا فهمتي؟
ما يهمكش الفلوس. انا لي بليزير تاعي نفرح العريس، نفرح دار العريس. لا لا هذه دبلوماسيه، لا لا هكا معناها. لا والله معناها ما انت ما عندكش. والله هكا والله ناخذ الكاشي تاعي نخلص الناس ونمشي نروح عادي، فهمت؟ انا مول الصهريه كي يقول لي يرحم والديك، هذيك الفائده تاعي. كي حكينا هوني على الغناء، علاش انتم اللي تغنيوا الراي ديما غدرتيني خنتيني فرقتيني، ما فماش مواضيع اخرى تنجموا تغنيوا عليها؟ خاطر هذه هي الاستوار اللي راهي تمشي في الدنيا. دمار شامل يعني. هذه هي الاستوار اللي راهي تمشي في الدنيا. الخيانه والحب والغدره وفهمتي الغربه كلش. هذا الراي تاعنا، فهمتي؟ الراي واش راهو يحكي كيما يحكي على الغربه، يحكي على الغدره، فهمتي؟ يحكي على الموت. ان شاء الله اللي يتفرجوا فينا يقيموا الفقره ذي ويقولوا لي انت كنت صريح. ان شاء الله. كنت صريح ولا؟ والله صريح. صريح. شكرا لك، كان هذا حوار صريح. ميرسي. شكرا لك شاب يوسف. باش نختموا معاك بالغناء نحن توا، قبل هذا خلي لك كلمه الختام. اول كلمه ساعه نشكر اختي ميسه على حسن الاستضافه، وديجا اخترتك انت خاطر جريئه وما شاء الله عليك. يعيشك يعيشك. شكرا لك. ونشكر سامي كارون صاحبي. نشكر وليدات بلادي ناس الفيض، ناس بسكره، لا فامي منصوري، سمير ثاني منصوري خويا، حمزه، كاع ليكيباج. الكل اشقائنا في الجزائر اللي يتفرجوا فينا الليله، تحيه ليهم من خلالك انت اللي حضرت معنا وجيت القناه التونسيه وحضرت، وعلاش لا زاد احنا نجموا نكونوا في الجزائر، علاش لا. شكرا لك. نختموا بالموسيقى معك، تفضل. يا العرض الفوسات ديك ما نبغي في الشيرات، نبغي لطي من راسي ليرك نحمر راسي، يا الخير جد وتفحشيش، يا البحر ولا كورنيش. يا اوديو ديزان ريزون شاب يوسف صغيرة ماما كاري طيارة الناس من المغرى رشاد صار لي عندي اللي ديرها تخدعني في العشق، راني مجرجر راني عصور سطار الغبينة وزهر العيان حرجة ما خرج النيشان. شوف صار لي عندي اللي ديرها تخدعني في العشق، راني مجرجر راني عصور سطار الغبينة وزهر العيان حرجة ما خرج النيشان. ايوا عاطف صاحبي بيبو خويا بالقرار ماما ناس القروانة بيبو طارولي ويسمع جوز ضرب خردالة في السهرة ديل الحالة مش طبري قاب غالين وين وعمري صاري عمري شطحيني الفوق اللي بحر كيري شو سطرة بخير ديرا في السهرة دير الحيرة مش طبري قبالين وين عمري صهرين ويا عمري شطحيني الفوق اللي بحر كيري ايوا حمزة خويا مفهمي مصوري هشام نوي شعبر بياسر كارب نفسونا عمري زينك همة حياتي بلابك ظلمة باغي نشرب اسم يعطوني صدر وشم باغي نشرب اسم عطوني صدر وشم عمري زينك همة حياتي بلابك ظلمة باغي نشرب اسم عطوني صدر وشم باغي نشرب وشم عطوني
سمعنا ورخنا ناس القروان راشيد ونسر عاصيمة راشيد يا ماما لا فامي منصورة في كورشة في كاروتا ماما غادي نجبد وندوب عشق شبعني طوب بيغسي ويعطيه مشكور شاب يوسف صغير على الحضور معنا مشكورين انتم اللي تابعتونا في حلقة الليلة إن شاء الله نتقابل معكم الجمعة الجاية شكرا لفرقة المايسترو وليد جليدي وشكر خاص داليوت كوتشور على اللبسة المزيانة وكيف كيف إسباس لدى على المكياج والشعر أجمل تحيات نويسة بديس نتقابل معكم الجمعة الجاية على خير الناس كل